مع قدوم شهر رمضان الكريم بنلاقي ناس كتير ومناطق كتير بتتنافس على اللي ياخد ثواب إفطار الصايمين فيعمل مائدة رحمن ويوزعوا كراتين رمضان. لكن يا ترى أول مائدة كانت إمتى ومين عملها؟ مؤرخين كتير اختلفوا على التاريخ. ناس قالوا إنها ترجع لعهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وناس تانية قالوا إنها بدأت أيام أحمد بن طولون، وغيرهم نسبها لعهد المعز لدين الله الفاطمي. في مصر موائد الرحمن في الانتشار فضلت لحد ما بقت في معظم الميادين والشوارع المصرية للنهاردة. أما أول مائدة إفطار قبطية فكانت برضو في حي شبرا سنة 1969، يعني من 53 سنة تقريبا، لما الأم الصليب متى ساويرس راعي كنيسة ماري جرجس أقام مائدة إفطار للمسلمين والمسيحيين في شهر رمضان، وتحديداً في ميدان الأفضل بشبرا، وربنا يديم المعروف.